صاحبوا ولادكم، يعني استغلوا اي فرصة ان انتوا تبدأوا تقربوا منهم وتتكلموا معاهم وتحسوهم ان انتوا فاهمينهم وحاسين بيهم. انزلوا لسنهم، يعني بلاش دايما نحسسهم ان احنا عايشين ان احنا دور الكبار وانتوا دايما غلط وانتوا مش فاهمين حاجة. لا، الطفل لما انت بتحسسه بقيمته وان هو حد مهم بالنسبة لك بيبدأ يديك الامان ويبدأ يصاحبك ويقرب منك ويحس ان انت فعلا مصدر امانه ومصدر ثقته. وكل ما يتزنق او يقع في اي مشكلة هتلاقيه انت اول واحد يجري عليه، غير لما تكون حد عامل دور الاب والام وان هو شديد وان هم مش فاهمين حاجه، دول عيال ودايما نتكلم عنهم بكلام سلبي قدامهم. لا، بيبعدنا عنهم جدا، وبنكون احنا اخر ناس هم يحاولوا يلجأوا لنا لما يجرى لهم اي مشكله. يعني احب جدا علاقه اب بابنه لما ابنه يجرب حاجه غلط مع اصحابه عشان هم اللي شجعوه، ويجي بسرعة يعترف لبابا لوحده: بابا أنا محتاجة أتكلم معاك، أنا في عملت حاجة ومتضايق من نفسي وعايزة أقول لحضرتك عليها. ويتكلم. ليه وصل الطفل للمرحلة دي؟ على فكرة لا، في كده يعني، ممكن في أمهات أو أبات إيه ده إيه ده، لا مفيش، لا في وفي كتير. لكن احنا ممكن عشان اتربينا بطريقة معينة وشايفين أهالينا بطريقة معينة كانوا بيعاملونا ازاي، او انت اتربيت ازاي فعايز تطبق اللي انت اتربيت عليه عشان انت شايف نفسك ان انت حد صالح او انت كويس. بس لو دورت جواك لا، انت هتحس ان في حاجات كتير فيها خلل او حاجات كتير انت كنت محتاجها برضه. الفكرة كلها ان الولد ده وصل للمرحلة ده ان هو يكلم باباه ويجي هو من نفسه، الارتياح النفسي والهدوء وتوقع رد فعل بابا. يعني هو متوقع ان بابا لا مش هيأذيني، بابا بالعكس هيفيدني، هيقول لي حاجة تريحني. يعني حتى لو غلط بابا هيقول لي ايه: معلش بس انا مبسوط ان انت جيت قلت ان انت حسيت ان دي حاجة غلط، المهم ان انت ما تكررهاش، ودي جربتها وعرفت ان هي ملهاش هدف وملهاش لازمة. في يعني في طريقة ان انت توصل لقلب طفلك، غير بقى الأم برضو البنت تيجي تحكي لها حاجة: ماما أنا بحب ولد أو في ولد بيحبني، وهي لسه صغنونة على فكرة. برضو الحب والكلام ده بناتنا من إعدادي وممكن من ابتدائي كمان يبدأوا يجوا يقولوا أنا بحب أو أنا بتحب، مشاعر طبيعية وإنسانة طبيعية عندها قلب، إنسانة عندها قلب وعندها مشاعر وممكن تشعر بالشعور ده. ممكن يكون الأب بعيد عن البناته فمش بيديهم إشباع، يعني إشباع نفسي وسمعي من كلام حلو. يعني أنا بنصح برضو الأبهات تكتر من كلامها الحلو ده لحى لبناتها عشان ما تبقاش محتاجة لحد يقولها كلمة حلوة أو تتأثر قوي إن حد قالها كلمة حلوة. لكن لو ودنها واخدة عليه لا، ممكن لو حد قالها كده تحسها إن هي سخيفة، إن هي لا مش حلوة. يعني غير بنت تانية فعلا محرومة من الكلام ده، تلاقيها من صغرها عايزة تقرب من أي حد يكون حنين. فساعات ما بيبقاش بنفس المفهوم اللي احنا بنقوله ان ده حب، لا هو فقدان مشاعر. لما بنتي تيجي بقى تقول لك انا بحب يا ماما او في ولد بيحبني، والله مش اللي هو هناكل البنت بقى ونقعدها من المدرسه وانت قلت ايه ده، لا طبعا. ايوه عادي، ودي مشاعر طبيعية ممكن تحسيها، بس ده صغير، ده اخوكي، ده عيل لسه بياخد مصروفه. تخيلي زي شوفي بقى حد من قرايبكو عيل برضه صغير، هل ده ينفع يتجوز؟ لو انتي برضه حطيتي في دماغ بنتك ان هي صغيرة مفيش حب ولا جواز ولا كلام زي ده ولا ارتباط بين ولد وبنت الا بعد ما الولد ده يخلص دراسته ويشتغل ويبقى في حياة يقدر يصرف. طب شوفي بابا بيصرف علينا ازاي، بصي انتي عايشة ازاي، هل هو قادر يعمل كده؟ لا، احنا من الادب انت ممكن تحترميه وهو انسان محترم وكويس وولد مؤدب ومامته وباباه مؤدبين، بس لازم نتعامل من منطلق ان ده زميلي ونحاول بقدر الامكان ما نتكلمش معاه كتير، ما ندخلش في كلام كده. اديها بقى النصائح، يعني النصائح بقى اللي انت عايزه تقوليها لا اديها لها، بس بعد المقدمه الاولى اللي انا قلتها لك. صدقيني هتطلعي بنتك قويه الشخصيه، قوية النفسية، مش أي كلمة ممكن تأثر فيها، مش أي ولد ممكن يضحك عليها. في بنات كتير صغيرة عيني بيضحك فعلا عليها وبتجيب مشاكل لأهلها كبيرة، كل ده بسبب عدم احتواء على فكرة، مش قلة تربية. انت ربيت وانت ربيتي بس ما احتويتيش، في فرق كبير بين الاتنين. فحاولي بقدر الإمكان احتوي بنتك. الهدوء والتعامل المرن فعلا فعلا بيقوي العلاقات، وبتطلعي بناتك قريبين منك، بتطلعي ولادك الصبيان رجاله، عيال رجاله محترمين.
اما تربي ابنك برضو ان هو ما ينفعش يحب بنت صغنونه، عيب دول اخواتك، انت راجل، انت اللي لازم تبقى مسؤول، لازم هيبقى فاهم بقى ان انا المفروض ابقى مسؤول. دي يعني ايه؟ يعني انا ابقى زي بابا كده اللي هو المفروض قدوتي برضو، فانا استحاله هحسس بنوته بمشاعر. فهي بص حاجه زي دائره كده مكتمله، احنا بنربي صبياننا واحنا بنربي بناتنا على حاجات، هتطلعوا بقى جيل محترم، مش عيال فاقده مشاعر. اه معانا فلوس وناس بتصرف وتودي تمارين ودروس وقران، بس فين الحب؟ فين الكلام؟ فين انتوا بتكلموا بعض؟ انتوا بتكلموا اولادكم؟ بتقعدوا معاهم وقت كده تقعدوا تناقشوا معاهم في مشاكل اللي في العيله، مشاكل الحياه، مشاكل في التمارين، مشاكل في المدرسه، مدرسين بيحبوهم، مدرسين ما بيحبوهمش، بيحبوا ماده ايه، بيكرهوا ماده، نفسهم يطلعوا ايه ما يكبروا. في حوارات كتير قوي تقدروا يعني تتكلموا فيها مع اولادكم. الحوار ده بيفرق، بيفرق كتير. حاولي تفضي نفسك ان شاء الله نص ساعه في اليوم، قربي منهم، كلمي معاهم، ايه اللي ضايقكم النهارده؟ ايه الحاجة الأكتر حاجة بسطتكم النهاردة؟ تحبوا ايه نعمله بكرة؟ تاكلوا ايه بكرة؟ تحبوا نقضي بكرة ازاي؟ حتى لو انتي مشغولة ساكنة في بيت عيلة، الدنيا مبهدلاكي، ما تكونيش بقى الدنيا مبهدلاكي وانتي بعقدك النفسية طالعة معقدة ولادك ومبهدلة ولادك، تبقي خسرتي حياتك وخسرتي ولادك وتحسي ان انتي بقى عايشة بدون هدف. يعني حاولي انجحي في حاجة، حاول انت كأب انجح في حاجة، في تربية ولادك طلعهم حاجة محترمة برغم الشقة اللي انت شفته في حياتك. مش عشان اشقيت بقى شقة عيالي، اعتقد ان انت حد شفت في حياتك كتير، مش عايز توري عيالك اللي انت شفته، بس مش بمعنى كده ان انت تطلعهم تعبانين بقى، يعني اللي هو عيال بقى متدلعة بزيادة، عيال مش متحملة مسؤولية، ولد ما تحسوش راجل كده عامل زي البنات، ضحكته مش مظبوطة، وقفته مش مظبوطة، وعادي اصل جيلهم كله كده. لا مفيش حضرتك حاجة اسمها كده، قول لابنك وقف عدل، قول لابنك اتكلم بصوت محترم، قول لابنك احترم الاكبر منك، مش روشانة خالص ان انت ترد على الكبير وتتريق على الاكبر منك، ولا تحسس اللي قدامك ان هو كبير وعبيط وراحت عليه. لا انت حبيبي يعني انت كده ولد مش متربي، والعيب مش على الولد، العيب على امه وابوه ما ربوش. انت شغال زي اللي معلش اقول لك ايه في الساقية، عمال تلف وتجيب في فلوس بس مش مربي عيالك. ترجع تقول ايه؟ اصل انا شقيان، انا بتعب وبجيب فلوس عشان وسايب بقى المسؤوليه كلها على الام، وتيجي بعد كده ترمي خيبتك على الام، تقول لها ايه؟ ما انت اللي معرفتيش تربي. نعم وحضرتك فين؟ وبالذات الصبيان، ام الصبيان دي بتبقى محتاجه راجل اب معاها يتحمل مسؤوليه ولاده الصبيان في مرحلة معينة. هتقولي ماما مربية 4 صبيان وامي ربت 5 رجالة ومطلعنا هو رجالة. معلش معلش احنا بقى زماننا، احنا مش زي مامتك، احنا وبرضه ما تعلمش ظروف مامتك وما تعلمش الجيل اللي مامتك كانت فيه وربتكوا ازاي. لا الجيل ده اختلف، اقتنع من جواك ان الجيل ده اختلف. الحياة الأسرية محتاجة اب وام مع بعض، ولا اب لوحده ولا ام لوحدها، ومحدش بينجح لوحده الا لو ظروف قهرية بقى، الحياة مستحيلة بين الأب والأم، فربنا هيكرمك وهيخليك تربي عيالك كويس، أو ربنا هيكرمك هتربي عيالك كويس، عشان ربنا عالم وشايف أنت مش مقصرة وأنت مش مقصر. أب توفى، أم شايلة هم 4 أولاد أو شايلة مسؤولية، مش هقول هم، شايلة مسؤولية 5 صبيان، لا ربنا هيساعدك، في حاجة اسمها ربنا هيربيهم معاكي. أيوه في دعاء ممكن تدعي ربنا تقولي يا رب ربيني، ربي ولادي معايا، ساعدني في تربيتهم، يا رب طلعهم الذريه الصالحه، يا رب ما تعبش في تربيتهم، انت عالم بيا. في حاجات كده ربنا فعلا بيزقك وبيقويك، لكن ما يبقاش اب وام موجودين وده عامل نفسه ان هو شغال وفعلا مطحون وعمال يجيب في فلوس ومش شايف عياله، ولا فاكر هما في سنه كام اصلا، ولا بياخدوا دروس مع مين، ولا بيروحوا فين، ولا بيجوا منين، وممكن ناس هو عندهم كام سنه، والام يعني مفحوطه، وتيجي يجي لها وقت برضو تقول ايه؟ انا تعبت، انا عايزه اشوف حياتي انا كمان، فتاثر في ولادها، فالعيال بقى تطلع عيال ضايعه. وانت اسمك ايه؟ انت شغال وامهم معاهم وطلعتوا ولاد مش مظبوطين، برغم ان في ام ممكن تطلع هي جوزها متوفي ومطلعه ولادها احسن من ولادك. ليه؟ ربنا شايف دي واحده لوحدها، يعني ساعدها وقواها وكان معاها، لكن انت ومراتك موجودين وتطلعوا عيال كده، فلا يبقى معلش كل واحد يشيل مسؤوليته، ربنا اسمه العدل، وانت المفروض راعي
مسؤول عن رعيتك. انت عايش ومش مش بتربي، الاب مش بالفلوس والام مش بالاكل والشرب. في حاجه اسمها تربيه، اصول، اخلاق، عادات، تقاليد، عيب. ما تسمع الكبار بيتكلموا ما تتدخلش في الكلام. لما تلاقي حد بيتكلم ما تقطعهوش. حاجه اسمها حضرتك، اما تكلم حد اكبر منك تقول حضرتك، حتى لو ابنك ده عنده 16 سنه، شحط كده جنبك عادي خالص. لا، وجهيه وجهيه. انا بشوف امهات بتخاف من عيالها بجد والله، بتخاف من عيالها ان هي توجههم لا يزعلوا. طيب هقول لحضرتك حاجه، انت بقى بكره اللي هتزعلي، لان انت ما ربيتيهوش فمش هيحترمك لما تكبري انت كمان، برضه هيرد عليكي. وبنسمع اولاد بتمد ايديها على ابوها وامها ويخبطوا الحاجه ويدلقوا الحاجه قدامهم ويشوطوا الحاجه قدامهم. بصراحه عيال قليله الربايه بصراحه، والعيب مش في العيال، العيب فيك انت وفي مامتهم. عايشين انتوا بلا هدف بصراحه. انا بوجه الفيديو ده للامهات والابهات اللي انا شايفاهم عايشين كده بياكلوا ويشربوا ويتمنظروا باللبس والحياه والدنيا، وسايبين عيالهم كده مش متربيين. ففوقوا كده شويه لاولادكم، عشان احنا في زمن صعب، ولادنا بتشوف بجد حاجات صعبه جدا، سواء من مجتمع، اصحاب، ناس، افكار، تربيه. انتي بتحاولي تربي عيالك صح قوي وتلاقيهم بيحتكوا بالمدرسه مع عيال مش متربيه، بجد حقيقي انا بقولها، بعيال مش متربيه. ويا سلام بقى لما تيجي تحتكي بالاب والام، يا نهار ابيض على الاب والام. الام معقده نفسيه اصلا ومحتاجه ربيه، يعني انتي بتحسي ان الام نفسها محتاجه اعاده هيكله، ان هي اصلا لازم تتربى من الاول عشان تعرف تربي. انتي ما عندكيش مبادئ وما عندكيش اخلاق وما عندكيش ذوق ومش فاهمه ايه الصح والغلط، هتدي لاولادك ازاي؟ طولت معاكوا في الفيديو ده بصراحة عشان الموضوع ده مضايقني، مضايقني قوي. ولازم لازم بجد. فاكرين زمان في المدارس لما كنا بناخد حصة كده، كانت زي حصة سلوكية بس أنا مش فاكرة اسم الحصة ايه، كانوا الأخصائيين النفسيين هما اللي كانوا بيقوموا بالدور ده، زي ندوة كده بيعملوها لنا، العيب والحرام والاخلاق واحترام. كان بيخرجوا من الحصه دي نحس ان احنا اتغسلنا قوي من جوه، ان احنا لا 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 احنا هنفتح صفحه جديده وهنبقى ناس مختلفه وهنتغير. وكنا احنا يعني بيصحوا عندنا حته الضمير، فتحسوا ان احنا جيلنا مختلف عن الجيل الجديد. شايفين السور يعني صياعه بعينيهم، شايفين بنات بترقص زي طريقه الصبيان، بنت تلاقيها واقفه كده عماله تعقب. ايوه بيقولوا عليها بتعقب والله، لغات غريبه. ولازم برضو تحسس ابنك ان انت معاه في السكة، فاهم اللغة، فاهم الطريقات، فاهم الافكار، مش دقة قديمة. عيب عليك يعني، برضو احنا جيل العظماء، ما ينفعش يتقال علينا ان احنا دقة قديمة، احنا مهما نكبر احنا لسه صغيرين. جيل السبعينات والثمانينات دول جيل العظماء، احنا الابهات والامهات الجداد دول. فما ينفعش نربي ولادنا كده وتحس ان البنت بقت شبه الولد. ازاي قابل ابنك انا والله بمشي في الشارع ببقى فعلا مش فاهمة هو ده ولد ولا بنت، مش انا اخصائيه ومفروض الصح والغلط وبالراحه وتم. لا انا بقول لك قعدي بنتك في البيت في الحاله دي، لما بنتك تصمم ان انا هنزل بالشكل ده، لا قعديها في البيت لحد ما تقتنع ان دي مش تربيتنا. هتقول لك ايه يا ماما انا اصحابي كلهم بيعملوا كده، ما مالناش دعوه تربيتنا كده، ما صاحبهمش. عادي، انت ليه خايفه تاخدي قرار زي كده؟ وبعدين ابدأي بقى خديها على حجرك تاني، يعني ابدأي بقى صاحبيها وكلميها وفهميها ان ده مش حلو وان ده مش صح وان الاحلى والاجمل كده. حببيها في الجانب التاني، مش اللي هو تكرهيها في ده وانت اصلا ما حببتيهاش في الجانب التاني، فهتعمل كل حاجه من وراكي. فانت برضه مش ما فيش حاجه اسمها ان هو لا، يعني لا هو لا ليه؟ وهل اللي انت عايزينها اروح له احلى ولا ممل؟ فاهمين قصدي؟ ومش معنى كده مشوا عيالكم دهونين بقى وعيال شكلهم مش شبه جيلهم، لا خليهم يواكبوا العصر ويعيشوا جيلهم ويعيشوا حياتهم وما يبقوش مختلفين عن جيلهم، لا يبقوا شبه جيلهم عادي خالص، ويلبسوا لبس روش وجميل وامور بس بحدود، يعني مش الافوره. الافوره دي مش حلوه في كل حاجه، البساطه جميله. عودي ولادك يكونوا بسطاء ودايما حسسيهم بجمال البساطه. على فكره انت معتقدات وحاجات انت بتدخليها في ولادك تقدري تغيري حياتهم مليون في الميه. مفيش حاجه اسمها لا يعني لا. انت كزوجه لو جوزك جه قال لك لا يعني لا، انت هتبقي من جواكي نار، مش مقتنعه، متضايقه، صح؟ لكن لو بتعملي حاجه برضا وهو اقنعك بيها، حتى لو الحاجه دي انت مش طايقاها بس هتعمليها عشان خاطر عيون، هي دي كده. عاملي ولادك بنفس المبدا،
اشوفكم على خير، حلقة جديدة ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. وبجد احنا محتاجين حلقات كتير الفترة الجاية، اكتبولي كده اكلمكم في مواضيع ايه وانا جاهزة لكم باذن الله.